السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. His Excellency the President of the Republic of Egypt عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضيوف مصر الكرام، شباب وشابات مصر والوطن العربي وإفريقيا، أهلا بحضراتكم معنا في أولى جلسات ملتقى ومنتدى شباب الشباب العربي والإفريقي. الحقيقة أنه الفعاليات اللي احنا هنشهدها النهاردة على مدار اليوم كان وراها مجهود كبير، واسمحوا لي في البداية من خلال هذه الجلسة اللي عنوانها منتدى شباب العالم آفاق جديدة إني أحكي من منظور شخصي بداية الرحلة اللي شرفت بمشاهدتها ومتابعتها منذ اللحظة الأولى والمشاركة في المؤتمر الوطني للشباب في عام 2016 والذي كان السيد الرئيس أعلن عنه في مستهل عام 2016. الحقيقة منذ اللحظة الأولى وكانت هناك طاقة قوية لدى الشباب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لإعداد هذه الفعالية وتنفيذها. الأمر في البداية كان فكرة وحلم، هذا الحلم تحول إلى واقع، وما يميز هذا الحلم أن كل يوم لما بتحول إلى واقع بيبقى فيه حلم أكبر. كانت البداية مؤتمر الشباب الوطني، ثم سيادة الرئيس مع الثراء النقاشات في المؤتمر الأول وجه بأن يكون هناك مؤتمرات دورية للشباب المصري، وأقيمت 5 نسخ من هذه المؤتمرات، وخرجت في النسخة الثالثة فكرة جديدة، حلم جديد، وهو منتدى شباب العالم، والذي أقيم في نسخته الأولى في نوفمبر 2017 ونسخته الثانية في نوفمبر 2018 أي العام الماضي. منذ البداية، بداية هذه الرحلة ووصولاً إلى اليوم، المجهود بيكبر، الأحلام بتكبر، والشباب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، كل يوم كانوا بيثبتوا أنهم بيتطوروا وبيطوروا من الفكرة، في ثراء في النقاشات، اختيار الموضوعات في هذه الفعاليات، اختيار المتحدثين والمشاركين، والخروج بتوصيات من هذه الحلقات النقاشية والمساحات الكبيرة لتبادل الأفكار ما بين الشباب بعضهم البعض، فتتحول هذه التوصيات إلى برنامج عمل جديد ينفذ ويتحول إلى واقع ويبدأ حلم جديد. يمكن ده مختصر هذه الرحلة، والذي شرفت بالمشاركة في هذه الفعاليات وأشهد بتطورها بشكل كبير جداً. وعن قصة النجاح دي اسمحوا لنا ان احنا نتابع هذا الفيلم الذي يحكي ايضا قصة نجاح منتدى الشباب منذ بدايته وحتى هذه اللحظة. البداية كانت مبادرة اسست في مشاركة الشباب المصري الايجابية في نهضة بلدهم اللي انطلقت ولسه مستمرة. قررت أن يكون العام 2016 عاماً للشباب المصري، ونتج عن المبادرة تأسيس الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، واللي بتأهلهم للانضمام لشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. وشباب البرنامج الرئاسي هم المحرك والطاقة والعقل المدبر لكل مؤتمرات الشباب الوطنية اللي انعقدت في كل أنحاء مصر بصورة دورية من نهاية عام 2016 وما زالت مستمرة، ودعمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرص على حضورها كلها بنفسه، واتكلم مع الشباب واسمعهم وشجعهم على التعبير عن نفسهم وعن كل التحديات اللي بتواجههم، وانحاز ليهم وأصدر توصيات تحقق مطالبهم، وده اللي أكد على جدية التجربة وإقبال الشباب على المشاركة فيها، ساهم في توسيع نطاقها ونضجها وتطورها.
ومن أول مؤتمر انعقد في شرم الشيخ، ومن بعده مؤتمر القاهرة وأسوان والإسماعيلية واسكندرية، كان شباب البرنامج الرئاسي هم جنود الظل اللي قامت بيهم ونجحت التجربة. آلاف ساعات العمل، مئات الورش وحلقات النقاش، مئات الخبراء والمتحدثين، وآلاف الشباب من الحضور. شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عملوا على تصميم وتحضير المحتوى بحيث ما تبقاش الجلسات مقتصرة على النقاشات. كان همهم الأكبر إنهم يفيدوا أكبر عدد من الشباب ويساعدوهم في زيادة خبراتهم وتنمية مهاراتهم، ده غير المجهود الجبار اللي بذلوه في التنظيم واللي يشهد بيه كل اللي حضروا أكبر المؤتمرات من كل أنحاء العالم. والشباب الصغير اللي انبهر واكتسب ثقة في قدرات بلده وشباب بلده، ودي أهم مكاسب المؤتمرات الوطنية للشباب، واللي أكدت لنا قبل أي حد تاني إننا نقدر، وإننا لما نجتمع على هدف وبننظم نفسنا بنقدر نعمل أي حاجة وبنفس المستوى العالمي اللي بنشوفه في أكبر دول العالم. الثقة المكتسبة ونضج التجربة شجعت شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة على طرح فكرة جريئة، وهي توسيع نطاق المؤتمرات الشبابية علشان يشمل كل شباب العالم. وبالرغم من جرأة الفكرة وبالرغم من إنها طرحت في لحظتها، شجعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرر احتضانها ووجه جميع مؤسسات الدولة المعنية بالعمل على إنجاحها، بس أكد على إن اللي يشيل مسؤوليتها هم الشباب. وبعد شهور من التخطيط والمذاكرة وشغل متواصل ليل نهار، انعقد منتدى شباب العالم الأول في نوفمبر 2017 بمدينة شرم الشيخ، في نفس مكان انعقاد مؤتمر الشباب الأول، علشان يشهد بطريقة عملية على نجاح التجربة وقدرتها على استيعاب كل شباب العالم. وانبهر العالم بجمال مصر وجمال التنظيم، ووقف الرئيس بنفسه يستقبل رؤساء وزعماء الدول ووفود التمثيل الرفيع المدعوين، وكان فخره بشباب مصر واضح. وكانت فعاليات المنتدى على نفس المستوى، وشهدت الجلسات وورش العمل طرح موضوعات هامة وأفكار مبدعة وحلول لمشكلات عالمية، أظهرت للعالم كله قدرة الشباب واستعدادهم للعب دور رئيسي في قيادة بلادهم، وشاركوا في كل الفعاليات وأرسلوا رسالة حب وسلام للعالم من مدينة السلام العالمية شرم الشيخ. نجاح منتدى شباب العالم الأول أدى لتكرار التجربة في السنة اللي بعدها، وفي منتدى شباب العالم الثاني تفوق شباب البرنامج الرئاسي على أنفسهم وأظهروا قدراتهم وحافظوا على روعة التنظيم، لكن كمان أبدعوا في الأفكار والمحتوى، ومرة تانية أبهروا العالم بثقافتهم وإلمامهم بكل القضايا العالمية والأفكار الفنية والإبداعية اللي كانت ظاهرة في تفاصيل المنتدى. والنهاردة وإحنا في بداية فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي واللي جاء انعقاده كجزء من توصيات منتدى شباب العالم، شفنا على أرض الواقع نتيجة مجهوداتهم، وشفنا بالدليل العملي إيه اللي الشباب ممكن يحققوه لما نديهم الثقة ونحملهم المسؤولية. الشباب دول احفظوا وشوشهم وافتكروهم، لأنهم في المستقبل القريب هيكون ليهم شأن كبير، مش بس في مصر ولا في أفريقيا والبلاد العربية. الشباب دول عندهم القدرة واكتسبوا ثقة وخبرة تخليهم يغيروا العالم. اللي حضراتكم تابعتوه ده رحلة النجاح أو قصة النجاح، قصة النجاح اللي خرج منها قصص نجاح أخرى هنطلق حضراتكم على بعض تفاصيلها من خلال هذه الجلسة. خلوني في البداية طبعاً أرحب بالسادة المتحدثين، الأستاذة آية عطية المنسق العام لمنتدى شباب العالم، الأستاذ أحمد خليل مسؤول الشراكات في منتدى شباب العالم، المهندس حسين فهمي استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات بفيينا، والمهندس حيدر غالب سفير جامعة سينجولاريتي في القاهرة. خلونا نتكلم أكتر عن قصة النجاح اللي كان وراها مجهود كبير، تحدث حضراتكم في هذا الإطار الأستاذة آية عطية المنسق العام لمنتدى شباب العالم، تفضل. شكرا يا رامي.
اسمحوا لي في البداية أعبر عن فخري الشديد بالنيابة عن فريق كبير بيضم فريق عمل كبير من الشباب المصري اللي قدر من خلال الفيلم اللي احنا اتفرجنا عليه وظهرت مجهودات والفيلم وثق الرحلة دي على مدار 3 سنين من رحلة منتدى شباب العالم، واللي إن شاء الله الرحلة دي مكملة وبتكبر وطموحاتنا كلها بتكبر بفضل المجهود ده والرحلة دي وقبليهم طبعا دعم سيادة الرئيس لينا. النهاردة منتدى شباب العالم أصبح مؤسسة ليها تأثير وفي توصيات بتخرج، والتوصيات دي بيتم تنفيذها على أرض الواقع مش بس من خلال فريق منتدى شباب العالم ولكن أيضا من خلال أجهزة الدولة المختلفة. النهاردة المنتدى بقى بيملك شبكة كبيرة من الأعضاء حوالي 500,000 عضو من 193 دولة من مختلف الدول، وإحنا من هنا قعدنا نفكر إزاي نبني على النجاح ده وإزاي نقدر نخدم الأعضاء والشباب من حوالين العالم، وأطلقنا فكرنا إن إحنا نطلق منتجات جديدة، وبقى عندنا النهاردة منتجين هنطلقهم إن شاء الله، هو World Youth Forum Platforms، World Youth Forum Labs. World Youth Forum Platforms أو منصات منتدى شباب العالم هي شعارها بيجي هو We'll Discuss, Generate and Act، وإن النهاردة ملتقى الشباب العربي والأفريقي بيمثل تاني فعالية لي بعد عقد نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي العام الماضي. والنهاردة بالنيابة عن فريق مؤسسة منتدى شباب العالم بنطلق World Youth Forum Labs، وهو تاني منتج بيطلقه المؤسسة، والهدف منها إن إحنا نساعد ونمكن الشباب اللي عنده أفكار لمشاريع أو شركات ناشئة ومحتاج مؤسسة تدعمه من خلال إيجاد فرق عمل في تخصصات بعينها، أو نوصلهم بأصحاب الخبرات، أو نوصلهم بالمؤسسات الداعمة لتمويل المشروعات دي. وده طبعاً بيتم بفضل شبكة علاقات وقاعدة بيانات ضخمة بتملكها المؤسسة النهاردة. والنهاردة هيبقى معانا أول قصة نجاح أو أول نتاج لـ World Youth Forum Labs هيقدمها المهندس حسين فهمي. ودلوقتي مؤسسة منتدى شباب العالم بتعلن فتح باب التسجيل وتلقي طلبات الانضمام لـ World Youth Forum Labs من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة ولمدة شهر إن شاء الله. وهنا لازم كمان أذكر إن World Youth Forum Labs بتعتمد في اختيارها على الأفكار المشروعات أو الشركات الناشئة اللي بتتبنى أو بتخدم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأخيراً برضو من أكبر مؤشرات نجاح مؤسسة منتدى شباب العالم هو الطلبات اللي احنا بنتلقاها من مؤسسات عالمية، طلبات شراكة، ومنها أول طلب شراكة كان من جامعة سنجلاريتي، وبالفعل قدمنا منحتين لاثنين من الشباب اللي حضروا منتدى شباب العالم الماضي، وفي شابين مصري ونيجيري هيسافروا شهر 6 إن شاء الله للجامعة في أمريكا لحضور برنامج تدريبي، وهيكلمنا عن تفاصيلها المهندس حيدر. عقدنا أيضا عقد شراكة مع البنك الدولي، والتواصل معنا من أجل التوصل لعدد كبير من الشباب، وقمنا بعقد مسابقة دولية للأفكار الشباب ممكن يقدموها في إطار الأهداف التنمية المستدامة. وبالفعل بفضل الشراكة دي هيتم اختيار أفضل الأفكار المشروعات دي وهيتم تنفيذها على أرض الواقع. طيب أستاذة آية، يعني الحقيقة أنه فضولي بيدفعني أن أتساءل عن حلم منتدى شباب العالم من اللحظة الأولى ثم وصولا إلى اللحظة اللي بنشهدها النهاردة،
ايه الاختلاف، ايه التطور اللي حصل. وخلينا نوضح كمان انه المؤتمر ليس مجرد، او منتدى الشباب العالم ليس مجرد فعالية بتقام على مدار بعض الايام، انما هي وسيلة لتواصل مستمر مع كل الشباب اللي بيشاركوا في هذه الفعالية. الحقيقة بفتكر حاجتين، يعني بفتكر فريق العمل اللي النهاردة بيقود المنتدى بحرفية وبإتقان، وبفتكر قد ايه الموضوع في الاول كان تحدي كبير وصعب، وبشوف قد ايه احنا قطعنا شوط كبير جدا وتعلمنا ونضجنا، مش بس على المستوى العملي كمان على المستوى الشخصي. وبفتكر ايضا ازاي الافكار اللي كنا بنقعد نتناقش فيها ونتكلم فيها كانت مجرد احلام، يعني النهارده الافكار دي بتتحول منصات توصيات، ومش بس بقينا بنتجمع كل سنه، لا ده احنا بنطلق منتجات جديده، وده بيخلينا برضو نطمح اكبر ويبقى عندنا ثقه اكبر ان احنا نقدر نحقق المزيد، وده اللي احنا منتظرينه ان شاء الله. طيب يمكن كمان زي ما استاذه ايه تفضلت انه في اجنده للمنتدى، وفي فعاليات مستمره، وفي شراكات بتتم، وفي مجهود كبير جدا. مفيش شك ان كل ده كمان بيبقى فيه بعض التحديات في الطريق لتحقيق ذلك. حول التحديات اللي ممكن تكون بتواجه الشباب من واقع التواصل مع مختلف الشباب من أكثر من 193 دولة، يحدثنا الأستاذ أحمد خليل مسؤول الشراكات بمنتدى الشباب العالم. شكراً لحضرتك. طبعاً في البداية لو هنتكلم على التحديات اللي بنواجهها إحنا كشباب سواء في المنطقة العربية أو قارة أفريقية، فهنلاقي إن فيها بعض السمات المتشابهة. هنتكلم على عندنا تحدي خاص بعدم التمكين او فكره تاهيل وتدريب الشباب، كمان بالاضافه الى نقص الموارد الواضح جدا عن الموارد البشريه. يمكن احنا كدول افريقيه او قاره افريقيا غنيه جدا بالموارد والثروات الطبيعيه، يمكن حتى امبارح في الاحتفاليه شفنا الفيلم ازاي افريقيا غنيه، لكن دايما السؤال مين اللي هيقود هذه الموارد؟ هل هنفضل دايما يعني بنعتمد على الخبرات الأجنبية اللي احنا بنستضيفها في دولنا، واللي في أغلب الأوقات بتبقى لغير صالح الدول الخاصة بنا؟ فمن هنا بنتكلم عندنا في تحدي خاص بغياب الوعي، عندنا تحديات اقتصادية، وكل هذه التحديات أدت إلى أن في مجموعة أو أطراف بتستغل التحديات دي لغير صالح الشباب من خلال الاستقطاب او من خلال الارهاب الفكري وما انواع المختلفه من الارهاب. من هنا جت فكره ان احنا ازاي نحول التحديات دي لفرص، وخصوصا ان احنا في قاره افريقيا عندنا ميزه ديموغرافيه مهمه، وهي ان اغلب السكان من الشباب، فازاي نحول العناصر الشابه دي لعناصر فعاله في مجتمعاتها وعناصر جيده جدا في دولها. ومن هنا جاءت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة. عشان نوصل للبرنامج ده احنا عندنا تجربتنا الخاصة في مصر، وهي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الـ PLP. الحقيقة ان احنا يمكن في دول بيبقى عندها تجاربها الخاصة واللي بتحب تحتفظ بتجاربها ليها، لكن يعني مصر عمرها ما كانت كده. مصر دايما بتشارك تجاربها مع كل الدول، عشان كده احنا كنا حابين نطور من تجربتنا البرنامج الرئاسي ونشاركها مع دول اخرى. نفس فكره مؤتمرات الوطنيه للشباب، في الاول كنا بنتكلم على المستوى النقاشات الداخليه، بنناقش موضوعات داخليه، وبعد كده حصل التطور وكمنتدى شباب العالم بقينا بنناقش موضوعات دوليه واقليميه. نفس الامر ده حبينا التجربه المصريه اللي يعني حضراتكم قاعدين دلوقتي، كل اللي احنا فيه ده هو مثال ناجح للتجربة الشبابية المصرية، واللي يمكن يعني لو لسه في ناس مش مصدقة ان التجربة دي بقت واقع، لا لازم يصدقوا. كل حضراتكم ده شايفينه من مجهود، من تحضير، من تنظيم، من تمكين للشباب في بعض المناصب ان هم بدأوا يقودوا. هي دي التجربة المصرية الشبابية، وهي دي التجربة اللي احنا عايزين نعممها، عايزين باقي الدول نبدأ ننفتح على بعض عشان نطور التجربة دي. طيب استاذ احمد، يمكن التجربه المصريه فيما يخص PLP البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب في معايير موضوعه اللي من خلالها بيتم اختيار العناصر اللي هيتم او تستفيد من هذا البرنامج. في النسخه الافريقيه الان هل هيكون نفس المعايير متبعه ام هناك معايير اخرى؟ طبعا هي فكره المعايير ان احنا عندنا تحدي مهم قوي، هو تحدي الوقت. احنا ما بقاش عندنا رفاهيه الوقت في قارتنا او في المنطقه العربيه،
لازم نحاول نسارع الزمن عشان نحاول نوصل لركب التنمية. فبالتالي احنا عندنا بعض المعايير. المعايير عندنا اهم معيار فيها هو ان الشاب يبقى طموح، عنده حلم، عنده عزيمة ان هو ازاي يحول التحدي لفرصة. في مجموعة من المعايير مش عايز اطول حضراتكم بيها، احنا بنتكلم بنستهدف ليه كل شباب افريقيا الموجودين في القارة، الاعمار من سن 18 ل 30 سنة. بندور على الشباب اللي هو طموح انه يحقق حاجة لبلده. كمان في البرنامج عندنا في مجموعة من المحاور اللي احنا بنحاول منها نبني الشخصية. الشخصية اللي عايزين نبنيها عايزين نعمل بناء متكامل. يعني يمكن في الأول احنا عشان خاطر نوصل للبرنامج واللي سيادة الرئيس أطلقه في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية في 2018، من وقتها بدأنا احنا نفكر ازاي نقدر نعد للبرنامج ده. فدرسنا كل البرامج المشابهة على مستوى العالم والأكاديميات العالمية اللي بتقدمها، لأن عندنا شقين. في شق بيعتمد على الجانب النظري والأكاديمي، وفي شق بيعتمد على الجانب التطبيقي. فعشان خاطر عنصر وقت فاحنا حبينا نجمع ما بين الشقين ده في برنامج واحد، من خلال احنا نستضيف 100 شاب افريقي في كل دوره على مدار العام. الدوره الواحده بتبقى مدتها حوالي 6 اسابيع. نخلق حاله من التكامل، حاله من التفاعل ما بين الشباب، يبقى في تبادل ثقافي، تبادل حواري، يبقى نخلق لغه مشتركه ما بيننا. اختلاف هوياتنا، كل شخص ليه الهويه الافريقيه بتاعته واللي احنا عايزين نحافظ عليها. احنا مش هدفنا من البرنامج ان احنا نيجي عشان خاطر نعرف يعني او ندمجهم في الهويه المصريه، لا بالعكس، احنا عايزين يبقى في تكامل ما بين الهويات، يبقى في تعارف ما بين الشباب ما بين الحضارات، نخلق فرص للتكامل، يتناقشوا في التحديات بتاعتهم. انا من دوله افريقيه عندي تحدي، هلاقي ان زميلي الاخر في البرنامج من دوله اخرى عنده الفرصه اللي بتحل التحدي بتاعي ده، لكن احنا ينقصنا التحاور اللي ما بيننا. ده رائع، بشكرك يا استاذ احمد. يمكن زي ما استاذه ايه اشارت لحضراتكم انه من ضمن ما اطلق مؤخرا هو WYF Labs، والسعداء النهارده بانه عندنا بدايه انتاج هذه الفكره لمشروع سيحدث حضراتكم عنه المهندس حسين فهمي استشاري ادارات الاعمال ونظم المعلومات بفيينا. اولا انا سعيد جدا بوجودي في اسوان، البلد الشاهده على 3 هويات، المصريه والعربيه والافريقيه، واهلا بكم في اسوان مبدئيا، وشكرا يا رامي. خليني ابتدي اقول انه اي شركه ناشئه بتبتدي بفكره، الفكره دي بتتحول لملكيه فكريه، بتتحول لبحث علمي بيثبت ان الفكره دي نقدر نطبقها. انما لو ما فيش operations او تشغيل مظبوط، او الناس اللي شغاله على الفكره ديت لو مش متوفره، الفكره دي مش هتتحول الى حاجه حقيقيه. احنا من خلال منتدى شباب العالم الفكره تحولت الى حقيقه، استطعنا ان احنا نبتدي في تنفيذ الفكره من خلال المنتدى، لانه في تواجدنا في منتدى شباب العالم في 2017 اتعرفنا على كل الريسورسز، يعني كل الناس اللي ساعدتنا في ان احنا نحقق الفكره ديت. الحاجة الثانية انه انت عشان تعمل شركة ناشئة تنجح لازم تكون في شراكة حقيقية بتضمن ان الفكرة دي تكون مستدامة، وبتضمن ان الفكرة دي تكون بتنمو بشكل كبير. الـ WYF Labs في الحالة ديت كانت هي البلاتفورم او اللاب اللي من خلاله قدرنا نعمل الشراكة دي، واختصرنا زمن تنفيذ هذا المشروع من سنة الى 3 اشهر. فالثلاث اشهر بس استطعنا ان احنا ننفذ التجربه الاولى لهذا المشروع. طب معلش يا باشمهندس حسين، بس انا عندي سؤال. لان حضرتك اشرت الى انه فريق العمل اتكون من خلال منتدى شباب العالم، لانه انت عايش في فيينا، هل التقيت بشخصيات اخرى وفريق العمل اتكون من خلال المنتدى بالفعل؟ ده حقيقي، الفكره كانت في دماغنا، احنا مصريين عايشين في الخارج. حضرنا منتدى شباب العالم، قابلنا على سبيل المثال غادة والي اللي سيادة الرئيس كرمها في المنتدى، ومن خلال غادة بدأنا نشتغل. كل الريسورسز أو الشركات اللي اشتغلت على الموضوع ده شركات مصرية، قابلناها من خلال برضو المنتدى. الـ WIF Labs بالنسبة لنا كانت محورية في تنفيذ المشروع وإدارته، لانه احنا زي ما قلت اختصرنا المشروع كله او البروتوتايب الاولاني من سنه ل3 اشهر.
طيب نيجي بقى للفكرة، يعني أكيد ناس بتسأل هي الفكرة عبارة عن إيه. خلينا نقول الأول إنه مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل الاجتماعي بشكل عام في الفترة اللي فاتت شهدت يعني حالة من الجدل حوالين خطورتها وحوالين تأثيرها على الناس. فإحنا لما جينا نفكر قلنا إزاي، أو كان دايما الفكرة دي كانت في دماغي، إزاي نقدر نستفيد من هذه المواقع ومن شبكات التواصل بشكل جيد، نقدر من خلاله نكون محتوى إيجابي، هذا المحتوى يخلق فرصة للناس، بدل ما الناس بتستخدم هذه المواقع فقط في حاجات شخصية تستطيع من خلالها أن هي تتوظف، تحصل على وظيفة، تحصل على فرصة، من خلال أن هي بتعبر عن إبداعها وبتعبر عن مواهبها وبتعبر عن قصتها، أن كل واحد فينا عنده قصة بيحاول أن هو يعبر عنها. ومن خلال هذا الموقع اللي احنا أنشأناه اللي هو اسمه ستوري ميت، بنقدر أن احنا نستخدم الذكاء الصناعي في توظيف الشباب اللي عندهم مواهب مختلفة بيعبروا عنها بالإبداع. معانا فيديو هيشرح لنا برضو أكتر عن الفكرة، ممكن تتفرج عليه. أنا حسين عادل فهمي، أنا مانجرينج كونسلتينج بارتنر في النمسا. My name is كريم سجيني، أنا CEO and co-founder of StoryMate. إحنا النهاردة في أسوان بنعمل إطلاق لبلاتفورم StoryMate اللي هو هيكون أول ريكروتمنت بلاتفورم للتالنتس وللكرييتيفز في الميدل إيست. إحنا وصلنا الديجيتال إيج، meaning إن طريقة العمل نفسها، the work environment, the job environment اختلفت تماما. StoryMate هو عبارة عن عالم جديد. It's a new social platform. StoryMate بيعمل ايه؟ In StoryMate انت ممكن تحط الستوري بتاعتك in the professional context وتشرح انت بتعمل ايه. ليه storytelling النهاردة important؟ عشان storytelling بتوصل معلومتك بطريقة emotional للناس، بتخليها in touch with people. The same time it has much more effectiveness. لما بتروح انترفيو في الاخر انت بتحكي الستوري بتاعتك. بروجكت ستوري ميد ده كان بالنسبه لي اثبات على انه انت لما بتكون عايز تقدم فاليو ادد، عايز تقدم قيمه مضافه للسوسايتي بتاعتك تقدر تعملها، وانه مصر فيها كل الامكانيات وفيها كل الظروف اللي تسمح بان احنا ممكن نخرج ابلكيشن جلوبال ممكن يبقى يغير شكل السوشيال ميديا في العالم كمان. انا عايز اقول لكم do what you love and love what you do. اهم حاجه في حياتك انت ان تحب الحاجه انت بتعملها. وستوري ميت انت تقدر تبقى سنتر اوف ايفريثينج وتوري نفسك انت فعلا عايز تعمل ايه. طيب باشمهندس حسين، يعني اللي انا استوعبته من الفكره انه في طاقات ابداعيه موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي بس لا تصل الى نتيجه اكتر من انها بتبقى موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي. من خلال هذا التطبيق انتوا بتحاولوا توجهوا الطاقه دي انها تقدر تحصل او صاحبها يحصل على فرصه عمل. هل ده توفيق ما بين من يبحث عن عناصر ابداعيه وما بين العناصر الابداعيه اللي يعني بيستخدموا طبعا مواقع التواصل بشكل كبير؟ بالظبط كده، احنا بنقول انه كل الشباب خاصه الجيل الجديد منه ما بقاش بيحب يستخدم الطرق التقليدية في التوظيف، يعني ما بقاش حب يكتب سي في والكلام ده، بيحب أكتر التفاعل بشكل مباشر وبيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عشان يعمل ده. فإحنا بنحاول نعمل موقع للتواصل الاجتماعي أو أبليكيشن من خلاله يستخدم نفس التقنيات دي في إنه يعبر عن نفسه، إنما مش بس علشان يعني الإعلانات أو إن هو يعبر عن المحتوى بتاعه بشكل شخصي، انما كمان عشان تجيله فرصه. لان انا لما هتكلم عن موهبتي وهتكلم عن قصتي، هتكلم عن نفسي اشتغل في ايه، هتكلم في المهارات بتاعتي، من خلال الستوري ميت هتستطيع انك انت تحصل على وظيفه. برضو بالنسبه للشركات، الشركات برضو بتستخدم مواقع التواصل عشان تعمل نفس الموضوع. في ستوري ميت الشركات هتستخدم البلاتفورم عشان تعبر عن نفسها، تتكلم عن بيئة العمل في الشركات بتاعتها، ومن خلالها تقدر تعمل ريكروتمنت او تقدر ان هي توظف المواهب والمبدعين اللي بنتكلم عليها. تمام، هل التطبيق ده يعني موجود حاليا او لسه بيتم العمل اطلاقه؟ الحقيقة ان احنا يعني بنستغل فرصة الوجود النهاردة معاكم في ان احنا يعني نقول انه حانت لحظه الوفاء بالوعد،
وبنستأذن سيادة الرئيس في إطلاقه الآن. التطبيق موجود دلوقتي بالفعل. التطبيق دلوقتي النسخة التجريبية بتاعته بالفعل موجودة، وبتمنى انه كل الحاضرين يعملوا له داونلود طبعا، علشان احنا نحب نشوف كل الفيدباك بتاعكم، يعني نحب نسمع دايما من الناس رأيهم في الابليكيشن، وبحيث ان احنا نطوره بأسرع وقت ممكن. طيب برضو فضولي بيدفعني اني اسأل، انت مقيم في فيينا وعايش في النمسا، ليه قررت تطلق هذا التطبيق وهذه المنصة من خلال مصر؟ أولاً إحنا كمصريين عايشين في الخارج دايماً حاسين بمسؤولية في إن إحنا نقدم حاجة للبلد، ومش بس بنتكلم على مصر كبيئة فعلاً حاضنة لريادة الأعمال. أنا عايز أقول إن مصر أسرع بلد بتنمو في ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. مصر فيها طاقات كبيرة جدا تستطيع من خلالها انك انت تقدم منتج عالمي. بجانب ده كله احنا حاسين بان احنا كمصريين بالخارج عايزين نقدم حاجة للبلد، واحنا كل المصريين بالخارج بيحبوها جدا جدا، وانا شخصيا يعني من خلال منتدى شباب العالم تواصلت مع كل الجهات المعنية اللي تقدر تساعدني في ان انا اعمل ده. من خلال انا بقول يعني انه قصه نجاحنا النهارده هي قصه نجاح للدوله المصريه كلها، لان على سبيل المثال وزاره الهجره اللي عرفتنا خدمات وزاره الاستثمار، وزاره الاستثمار اللي من خلالها انشانا الشركه في خلال يوم واحد، وزاره التعليم العالي مكاتبها اللي هي بتمثل المكاتب الثقافيه في السفارات من خلالها تعاوننا على تقييم البحث اللي اتعمل في جامعة فيينا. فالقصة بشكل عام هي قصة نجاح لمصر كلها في رأيي، وبتمنى انه احنا نكون بنقدم نموذج اولي من خلاله. لو قدرنا ان احنا نعمل من ده كتير اعتقد ان احنا هنكون يعني بنقدم نجاح كبير جدا لمصر ولدور مصر في العالم كله. يعني ده اللي احنا بنتمناه، انه البدايه مع ستوري ميت، وان شاء الله من دبليو واي اف لابز يبقى فيه قصص نجاح تانيه ان شاء الله. انا بس عايز اقول حاجه اخيره في النقطه ديت. سياده الرئيس في 2016 في اول مؤتمر للشباب كرمني، ويوم ما خدت التكريم ده كان على انجاز حققته بالخارج. فيوم ما خدت التكريم ده انا حسيت ان دي مسؤوليه وتكليف ليا في ان انا اكون بقدم حاجة لبلدي. فشكرا سيادة الرئيس. شكرا. شكرا باشمهندس حسين. أيضا عن برنامج الشراكات الأستاذة آية تحدثت بشأنه في البداية، من ضمن هذه الشراكات هي الشراكة مع جامعة سنجولاريتي والسفرها في مصر. يحدث حضراتكم الباشمهندس أيضا المهندس حيدر غالب، تفضل. أهلا وسهلا. احاول في الاول اعرف ايه هي جامعه سنجولاريتي. جامعه سنجولاريتي هي جامعه تقع في سيليكون فالي، المقر بتاعها هو ناسا ايمز ريسيرش سنتر، وهي جامعه غير الجامعات العاديه التقليديه الموجوده المتعارف عليها في الوطن العربي وفي المنطقه من اولها لاخرها. هي جامعه متخصصه في احدث صيحات التكنولوجيا الفائقه السرعات، يعني الاكسبوننشال تكنولوجي، كالذكاء الاصطناعي، تعديل البصمة الجينية، البلوك تشين وغيرهم كثير أوي. وهدف الجامعة الأساسي هو تثقيف وتمكين وإلهام القادة للاستفادة من التكنولوجيا فائقة السرعات لحل التعديلات الإنسانية الكبرى، التحديات الإنسانية الكبرى، وتحسين حياة مليار إنسان خلال العشر سنوات القادمة. تحسين حياة مليار إنسان خلال عشر سنوات، ده هدف الجامعة ولا الهدف من كل مشروع وفكرة بتتبناها الجامعة وبتدعمها؟ هو هدف الجامعة
وهدف كل بني آدم دخل الجامعة وتخرج منها ده مش بتاعتنا للعشر سنة عشر سنوات القادمة. طب ممكن تدينا نماذج لمشروعات يعني ورواد أعمال تبنت الجامعة أفكارهم وبدأوا يشتغلوا في برنامج عمل ونفذوا هذه الأفكار؟ أنا في كتير قوي هقول اثنين بس كفاية. في شركة ناشئة بتقوم على بناء الجيل الثاني من أقمار رصد الأرض بمساعدة الذكاء الاصطناعي عشان نشوف إيه التربة وال ممكن يعني نزرع فين إيه وممكن نستخرج فين إيه في أصغر وقت ممكن بأقل مقدورات فلوس ممكن تستخدم عشان نقدر نطور نفسنا بسرعة. وفي شركة أخرى بتقوم على بناء المعايير الجديدة لسلامة الأغذية وجودتها يعني بنفس التقنية بتاعت الذكاء الاصطناعي. والشركات دي هي ابتدت شركات ناشئة لايت، كل واحد فينا ابتدى شركة صغيرة، بس الشركات دلوقتي دي تقدر بملايين الدولارات وشركات كبيرة يعني بتأثر في العالم كله من أول لآخر. طيب فكرة الشراكة ما بين جامعة سينجولاريتي ومنتدى شباب العالم كيف تحققت وإيه هي نوع الشراكة؟ المشاركة الأولى هحكيها بس أنا أقدر أقول في الأول ليه شاركنا مع منتدى شباب العالم وحطينا إيدينا في إيدين بعض. دي أهم حاجة بسم الله. أول سبب لي اللي هو تلاقي وجهات النظر فيما يخص التأثير في المنطقة كلها، إن ده يعني حان وقت إن إحنا نشتغل إيد في إيد إن إحنا نطور أفريقيا والوطن العربي والمنطقة دي كلها تأثر وما تبقاش اللي هو مستهلك فقط لا غير، بل إحنا بندي التكنولوجيا لكل الدول العالم إن إحنا معانا قدرات في أرض الواقع هنا. تاني حاجة اللي أنا لسه قايلها وجود شريحة الشباب المستهدف من قبل الجامعة هنا. وأخيرا الدمج ما بين الثقافات والجنسيات هي من أهم المتطلبات في المشاركين في الجامعة، وهي أصلا من أهم أسس الإبداع والتطوير لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها القارة والمنطقة من أولها لآخرها. طيب ده كان الهدف من وراء الشراكة والأسباب وراء الشراكة اللي تمت. النتيجة من هذه الشراكة يعني المنتدى والمشاركين في المنتدى إيه مدى الاستفادة من هذه الشراكة؟ خليني أتكلم على أول شراكة حصلت. الأستاذة عطية لسه إليها في المقدمة إن تم اختيار فائزين دخلوا مرحلة مسابقة في الورلد في المنتدى شباب العالم السابق، وكنا بنحط يعني كي بي ايز صغيره وهي نفس المنطوق لاهداف الجامعه وهي استخدام تكنولوجيا فائقه التسارع وتحسين حياه مليار انسان خلال العشر سنوات القادمه، وايضا وضوح الهدف والرؤيه ووجود السمات الشخصيه والمهارية اللازمة عشان نقدر نحقق المشروع ده على أرض الواقع مش يبقى كلام فقط. دي الأسس اللي على أساسها تم اختيار الشاب المصري والشاب النيجيري من منتدى شباب المنح بالضبط. وهل المجال مازال مفتوح لمزيد من الشباب أن يحصلوا على منح في جامعة سينجولاريتي؟ دي كانت أول خطوة الحمد لله عدت بنجاح، فأنا يعني سعيد ان انا اقول ان في شراكات كتيره جايه، وسعيد ان انا واتشرف ان انا اعلن الشراكه الثانيه وهي انطلاق ولاول مره ومن مصر ومن افريقيا والشرق الاوسط فعاليات المسابقه الدوليه للتاثير الايجابي وهي الجلوبال امباكت كومبيتيشن التابعه لجامعه سينجولاريتي على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا في يوليو القادم في مصر هنا باذن الله. وهذه المسابقه يعني كيفيه التقديم ليها وايه الهدف من المسابقه؟ خلال الايام الجايه هيكون الويب سايت
اونلاين عشان كل الناس تقدم، ومن خلالها هيتم اختيار احسن الافكار التي برضو تهدف الاهداف بتاع ازاي تطوير القاره وازاي تطوير المنطقه من اول لاخرها باستخدام التكنولوجيا السريعه. وفي نفس الوقت بعد لما يعدوا الابلكيشن هيتم اختيار 15 ل 20 فريق، 15 20 فريق هنصفرهم كلهم في مصر، يقعدوا 4 أيام ورش عمل مكثفه عشان نخلطهم بالكلام اللي احنا بنقوله، ما يبقاش كلام على الفاضي ولا ورق ولا اي حاجه. وبعد ال4 أيام المكثفه هيتم اخر يوم عمل المسابقه لاختيار الفائز اللي هيسافر بعديها لدوله من المشاركين جوه جامعه سنجلاريتي، هيقعدوا 4 أسابيع هناك، بعدين يسافروا 4 أسابيع تانيين يعني يحطوا ايديهم مكان عايزين يشتغلوا، عشان ما يبقاش برضو كلام في الهوا اللي هو قاعد في بيتك ومشتغل، لا لازم تعرف ايه ارض الواقع عشان تقدر تلاقي حلول. وبعد ما يخلصوا ال4 أسابيع يسافروا على الجامعه الام في سيليكون فالي في ناسا ايمز ريسيرش سنتر، هيقعدوا 4 أسابيع تانيين تاهيل وتمكين وكل حاجه، وازاي نقلب الفكره وتبقى مشروع صغير يبقى مشروع كبير زي المشروعات اللي انا قلتها، وتبقى مشروعات كبيره وضخمه وتاثر في المنطقه كلها ان شاء الله. اشكرك باشمهندس حيدر، شكرا جزيلا. يعني عايز اقول لحضراتكم دي بعض النماذج الناجحه، قصص النجاح لسه في اكتر. برامج عمل المنتدى واجنده عمل المنتدى مستمره على مدار اليوم. زي ما قلت لحضراتكم سابقا، المنتدى اصبح ليست مجرد فعاليه تقام على مدار يعني بعض الايام، انما فعاليه مستمره على مدار اليوم، واجنده يعني ممتلئه بالعديد من الفعاليات. وهذه الاجنده هتطلع ايضا حضراتكم عليها الاستاذه ايه عطيه، منسق عام المنتدى. اتفضلي. شكرا يا رامي. احنا الحمد لله الفتره الجايه عندنا اجنده مليئه بالفعاليات. عندنا الشهر القادم في ابريل عندنا اسبوع رياده الاعمال او Entrepreneurship Week، اللي هندعو فيه رواد اعمال وهنتحاور ونتناقش ازاي نحسن ونطور الخدمات اللي بيتم تقديمها لمجتمع رواد الاعمال في مصر وفي الشرق الاوسط. عندنا في شهر يونيو ان شاء الله هنطلق منصه جديده، وهي منصه التواصل الاجتماعي، وده هينفذ توصيه من توصيات منتدى شباب العالم الماضي، وهي احنا نتحاور في شبكات التواصل الاجتماعي، فوائدها، مشاكلها، كيفية الاستفادة منها. وعندنا بعد كده هنتعاون مع Global Entrepreneurship Network، ودي شبكة أكبر شبكة في العالم بتضم رواد أعمال، وهيتم دعوة رواد الأعمال لمصر، وهيتم مناقشة المشروعات اللي ممكن تنفذ على أرض الواقع. واخر حاجه عندنا في شهر يوليو عندنا مسابقه جي اي سي مينا اللي المهندس حيدر شرحها، وان احنا برضو هنتعاون مع بعض فيها في تنفيذها ان شاء الله. اخر السنه هيبقى عندنا منتدى شباب العالم، وان شاء الله قبل كده برضو ممكن يبقى عندنا المزيد من الفعاليات. وده كله متاح على الموقع من حيث اعلان الاجنده ومن حيث رغبات المشاركه. وممكن يعني كل الناس تقدم، ومن دلوقتي كل التفاصيل بيتم اعلانها، واولها ويدجوس فورم لاب زي ما تحدثت من شويه ان شاء الله. الفرصه متاحه للشباب كلهم زي ما حضراتكم استمعتم، سواء من خلال المشاركه في الفعاليات الموجوده على مدار العام، او من خلال استغلال فرصه دبليو واي اف لابس، عشان تقدروا شباب مصر، الشباب العربي والشباب الافريقي، تصيغوا قصص نجاح جديده باذن الله من خلال منتدى شباب العالم. تاني هرجع واقول انه هذا المنتدى الحقيقه في مجهود كبير جدا وراه، وفي فريق عمل كبير جدا ورا تنفيذ الفكره وتحويلها الى واقع، ورسم احلام جديده وبرامج عمل جديده وتحويلها ايضا الى واقع. استاذه ايه، اعتقد برضو فيما يخص فريق العمل حضرتك عايزه اسمح لي يا رامي، انا اقدم رساله شكر لكل عضو من فريق العمل
اللي أسسنا سوا أول مؤتمر وطني للشباب، وإن إحنا حقيقة أصبحنا أكتر من عيلة. العيلة دي يعني شاركت لحظات حلوة كتير ونجاحات، وساندنا بعض في أوقات صعبة. والحقيقة وإحنا بنحضر للملتقى من شهر فقدنا زميل عزيز وصديق أشرف شوقي، وهو مدير لجنة الإنتاج الفني لمنتدى الشباب العالم. أشرف كان من سبب أساسي في النجاحات اللي إحنا مررنا بيها طوال الثلاث سنين اللي فاتوا، والحقيقة يعني ما كناش نتخيل إن إحنا ممكن نفقده. واسمحوا لي نعرض فيلم قصير يوثق ويكون رسالة شكر منا لأشرف. محدش فينا بيعرف كانت فين تحديدا بداية الطريق ولا نهايته. رحلة، وكل واحد فينا جاي له رسالة. في ناس بتخلص رسالتها بدري وبيسيبونا قبل ما نكون قلنا كل الكلام، ولأن محدش فينا عارف ميعاد المحطة الأخيرة بيفضل ما بيننا رسائل، وعليه فليك في قلوبنا رسائل كتير عن الرحلة والصحبة والمشوار، وليك عندنا كلام كل واحد فينا هيبعته لك في رسالة. صديقنا العزيز أشرف، بعد التحية والسلام أحب أبلغك إننا اتفاجئنا، مش بغيابك، علشان الأبنودي قالها زمان، اللي اتخطفوا وفضلوا حباب صحيين في القلب كأن محدش غاب، بس اتفاجئنا بعدد القلوب اللي بتحبك. كل واحد فينا كان فاكر نفسه صاحبك الوحيد، بس طلع عندك ثروة بني أدمين جمعتهم في الرحلة، فيهم اللي كانوا بيشتغلوا معاك كل يوم، كنتوا شركاء في تعب وسهر ومهمة واحدة، وفيهم صاحبك اللي كنت دايما تنصحه، وفيهم اللي علمته ودربته بنفسك، وفيهم اللي جمع بيه موقف واحد بس لكنك سبت في المعلمة، وغيرهم كتير. صديقي العزيز أشرف، نحب نطمنك، تعبك وسهر الليالي على كل خطوة في الحلم الكبير مكمل. الطريق اللي كنت دايما ماشي فيه في الظل وموجود ورا الكواليس، موجود بشغلك وتعبك، هنكمله وانت معانا، وحتى اللي هيزيدوا علينا في السكة هنحكي لهم عنك وعن الإخلاص اللي كان في حياتك روتين، هنقول لهم مرة معانا في الطريق قلب طيب وصاحب جدع وزميل عمل عمره ما كان بينافس حد قد ما كان همه يساعد الكل. صديقنا العزيز، ذو الأحلام البسيطة والشغل الكتير، رفيق التعب والسهر والضحك والحلم، شريك الخطوات والطريق، رسائلنا ليك مش هتخلص طول ما احنا لسه في الرحلة مكملين، لسه المكان فيه بصمتك، ولسه الصور حافظة الذكريات، ولا ينقصنا سوى رؤياك، لكن الرحلة مهما طالت يا صديقي لازم هتخلص، وهيكون لينا لقاء آخر في مكان آخر. والسلام ختام. الحقيقة اسمحوا لي برضو أنه أوجه كل التحية لأسرة أشرف، وهنا مش بتكلم بس على أسرته الصغيرة إنما أسرته الكبيرة، فريق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، اللي الحقيقة كلهم دائما بيدونا طاقة وبيدونا أمل، وإيديهم في إيد بعض دائما، محدش فيهم بينسى أن يوجه الشكر دائما لزميله على المجهود اللي بيبذله. ان شاء الله ربنا يجعل اشرف يعني مثواه الجنه بمشيئه الله. وخلوني اسمحوا لي في الختام
زي ما في مجهود كبير من هؤلاء الشباب، في دعم كبير جدا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يجب أن أتوجه نيابة عن نفسي كل الشباب بالشكر لسيادة الرئيس، لأنه لولا هذا الدعم يمكن هذا الحلم لم يكن ليتحقق إلى واقع. شكرا سيادة الرئيس على هذا الدعم، شكرا لكل شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. قصة نجاح إن شاء الله هنلاقي قصص نجاح أكتر على مدار 2019 وعلى مدار الأعوام القادمة بمشيئة الله. بشكر حضراتكم الحضور الكريم، بشكر سيادة الرئيس، واسمحوا لنا باستراحة لمدة حوالي 10 دقائق أو 15 دقيقة، وبعدها تبدأ ثاني جلسات منتدى الشباب العربي الأفريقي. استاذن حضراتكم في الاستراحه، استمع لكلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. المايك بعد إذن حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش هطول، وعشان عارف إن الوقت بتاع يعني الأنشطة مش كبير قوي، لكن خليني أنا أقول لكم جميعا كل الشباب اللي موجود النهاردة معانا دلوقتي التحية والتقدير، وأحيي آية وأحمد وحسين قدر على النقاش والكلام الجميل اللي تم طرحه. و خليني اقول لكم، هم اتكلموا عن المؤتمر او منتدى الشباب كفكره، وانا هكلمكم عنها من منظور تاني. من منظور المسؤول، مش هخبي عليكم، كان خلال السنين قبل 2016 و17 و18 أنا كنت شايف إن في مشكلة في التواصل مع شباب مصر. دي حقيقة. كان في مشكلة. طب أعمل لقاء تلفزيوني كل أسبوع. مش كفاية. طب الجرايد والإعلام ما حصل تطور كبير. بقى في مواقع التواصل الاجتماعي، وبقى في وسائل اتصال جديدة ومختلفة. وبالتالي لغاية لما شاب برضو قال طب ما تعمل مؤتمر للشباب وتتكلم معاهم. أنا بكلمكم كإنسان كان على الجانب الآخر عنده مشكلة، كمسؤول عنده مشكلة، عايز يكلم شباب وشباب وشابات مصر في الوقت ده. عملنا المؤتمر الأولاني زي ما اتقال كده، ولما اتعمل كان المؤتمر يعني مقترح انه يتعمل مره واحده وخلاص. لما لقينا انه منصه رائعه للتواصل بيننا وبين شبابنا وشاباتنا، وبقى في فرصه، ولقينا ان هو فكره اكتر من رائعه عند التطبيق. يعني لما طرحناها او طرحت كفكره
تتعمل كان لها حجم من التقدير، لكن لما تنفذت تبين ان التقدير اكبر من كده بكتير. وبالتالي قلنا ان احنا نعملها على مدار العام، والحقيقه كنا بنقول من 2 لـ3 مره، اسف، من 2 لـ3 كل 2 لـ3 شهر نلتقي ونتكلم ونطرح بقى موضوعات كثيره جدا جدا، والمسؤولين اللي في الدوله يتكلموا والشباب يسالوا ونرد عليهم. عملنا ده ولقينا ان الفكره بتتطور. صحيح احنا ما قدرناش نحافظ ابدا على 3 شهور، ما قدرناش يا رامي، وانا بعترف بكده وبعترف ان ده مش كويس، لان اللقاءات ديت والكلام ده والتواصل ده انا بعتبره فرصه عظيمه جدا للدوله وللشباب ان هم يتكلموا مع بعض ونسمع بعضنا البعض. ثم بتطرح افكار، كان من اول ما طرحت، كل فكره طرحت في اول مؤتمر للشباب وخدناها كلها، وقلنا طالما ان احنا بنسمع طب ما ننفذ، ولما ننفذ نشوف النتائج ونبقى بنثري التجربه، نشوف تجربتنا هتوصلنا لفين. ولقينا ان التجربه بتوصلنا من شكل افضل الى اكثر الى اكثر، يعني بننجح وبننجح بشكل اكبر. وعشان كده بقول يا ريت نقدر نحافظ على ان المؤتمر اللي احنا بنعمله على مستوى مصر يبقى كل 3 شهور على الاكثر. مهما كنا مشغولين ان شاء الله يكون نخليه يوم واحد او حتى يومين. النتائج بتاعته رائعه. ثم خرجت منه بقى توصيات زي اللي انتوا اتكلمتوا عنها. انا بس بحاول اقول من الناحيه الاخرى، احنا استفدنا ايه؟ استفدنا ان احنا اوجدنا منصة، هذه المنصة لم تكن ابدا موجودة قبل الكلام ده ما يتحقق، قبل ما نعمل اللقاءات ديت وقبل ما نتكلم مع بعضنا البعض والنتائج. وبالمناسبة كل ما تبعد الفاصل بين المؤتمر والمؤتمر نتائجهم تبقى مش كويسة، يعني كل ما بنقرب من المؤتمرات ديت النتائج بتاعتها افضل كمنصة تواصل بيننا وبين بعضنا. ثم زي ما انتم شفتوا كل من حضراتكم آية وأحمد وحسين وحيدر، كل واحد اتكلم على ازاي الفكرة طورت نفسها، تفعلت وانتجت وافرزت نجاحات كتير. من ضمنها احنا قلنا يا ترى شبابنا كان جاهز ان هو وقادر بالتأهيل والمعرفة على قيادة مؤسسات الدولة، فلان احنا محتاجين نخش ونعمل برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب الشباب. ثم طورنا الموضوع وقلنا ايه، طب نعمل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب عشان تبقى هي منصة للانتقاء، وبنقول انتقاء بتجرب الشباب الموجود. الشباب اللي كان موجود ان هو او الشباب اللي موجود في هذه الأكاديمية ياخد الفرصة، ونبقى بعد كده ده الوعاء، الأكاديمية هي الوعاء اللي ناخد منه لصالح الوظائف المختلفة في الدولة، لصالح الوظائف المختلفة في الدولة والوظائف العليا في الدولة. وبرضو اتعملت الأكاديمية وابتدت تخرج دفعات، وابتدت الدفعات دي تبقى متاحة، لأن احنا بناخدها مش كلها من خارج، لا ده احنا كمان أتحناها لشباب وشابات اللي موجودين في القطاع الحكومي او في الجهاز الاداري للدوله. الخلاصه عشان ما اطولش عليكم، بقول لكل الشباب اللي موجود، يعني احمد اتكلم عن التحديات اللي بتقابلنا في دولنا، واحنا دولنا في مصر ما تختلفش كتير بتحدياتها عن الدول الافريقيه الاخرى، ما فيش، وعلى حتى
كتير من الدول العربية. تحدياتنا واحدة، في نمو سكاني كبير، وفي تحدي سياسي واقتصادي وأمني قدامنا، ومحتاجين ان احنا على الأقل، ودي إذا كان تسمعوها مني كأب لكم أو كمسؤول، هو بس نبقى واعيين واعيين، ودي كلمتي اللي بقولها لكل شباب المؤتمر، واعيين للتحديات دي وتأثيرها والقدرة على أو أسلوب التغلب عليها. وإلا لو إحنا حطينا التحديات دي قدام عينينا ولقيناها إن هي جبل كبير بيننا وبين أملنا وأهدافنا، يمكن تأثر علينا وما نتحركش. مش عايز أطول عليكم عشان عارف إن الأستاذ رامي ما أتحليش الكلمة. لا يا فندم، لا العفو والله. فأنا برضو لا يا فندم، احنا ممكن نقضي اليوم كله نسمع حضرتك. اتفضل يا فندم والله. لا والله، أنا عارف إن في أنشطة تانية، لكن عايز أقول مهم قوي إن احنا نتكلم مع بعض ونسمع بعض ونصدق بعض. شكرا جزيلا. شكرا سيادة الرئيس.